على موقع الويبو يوجد الآن كثير من وسائل الإعلام الأجنبية، ذلك بلا شك سوف يساعدنا في تنويع مصادر الأخبار وليس فقط الاعتماد على وسائل الإعلام المحلية. الغرض من القرار هو توفير أساس قانوني لإدارة الشبكة في المستقبل، فما إن يتجاوز النشر النطاق المحدد له فإنه يتعرض للعقاب، لكني أعتقد أن ما ينشره الأجانب حاليا يعد إيجابيا ويساعد في التبادل الثقافي.